دابا الراي ديالك شوف بصراحه الراي ديالك الشخصي واش مع او ضد انك تمشي تسلم باش تشري الحول؟ بصراحه اذا كان عنده الوليدات عنده الوليدات غادي يمشي اخي يدير يتسلم. لا لا خاصك تقرب له بحاجه طيبه. اي انسان راه كيكون مضطر اخويا باش يشد القرض فهمتي ماشي الخاطر. اسمع الشريف اسمع الشريف وادينوا بحرب من الله ورسوله اكثر هذه من اكثر من هذه ما كايناش. لا 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 ما نكلفش على راسي ولا شي ولا خريبه هذيك راه صعيبه مع الله. إذا كان العائلة ولا شي واحد يسلف وما يزيدش عليه ممكن ديك الساعة يتعامل. صافي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخذينا بخير واش مبروك. الله يوليك الله يرحمك. الله يبارك فيك. عمودي لي عن سقسيك واش مع أو لا ضد أن الإنسان اللي ما عنده شي باش يعيد يمشي يسلف مع بنكا ولا يمشي يسلف مع شي واحد باش يشري الحولي؟ على قول خير جمهور العلماء قال لك يحرمون هذا السلف بنكا لأنه ريبة. دابا الرأي ديالك شوف بصراحة الرأي ديالك الشخصي واش مع أو لا ضد أنك تمشي تسلف باش تشري الحولي؟ إذا كان عنده الوليدات عنده الوليدات غادي يمشي اخي يدير يتسلف. عنده الوليدات غادي يمشي يتسلف ما يبقاش بالعيد. يعني عيب باش يفرح داك الاولاد اولاده هذا هو المشكل. ولكن المشكل الحقيقي هو ان غيفرح الوليدات ولكن غيعصي الله. اذا لقى هذيك احسن فاحسن ولكن هما عندهم مقابل ولكن هما ذا الفلوس كيتباعوا بالفلوس. انا كنهضر لك على الريبه يعني كنهضر لك انا بنادم يمشي يسلف بنكه. سلف بنكه اخي ديالي شنقول لك حنا قلنا لك الضروره شي احكام. فهمنا؟ الضروره احكام. اللهم يمشي يسلف بنكه وكتبقى الام تعلقوا بينه وبين الله ودي يردي الشيء ويعيدوا وليداته ويفرحوا وليداته احسن ما يبقوا وليداته فهمتي كيف؟ شكرا بزاف. الله يحفظك اخويا واش مبروك عليك. الله يرضى عليكم. بالنسبه لا يكلف الله نفسا الا وسع اللي ما عندوش باش يعيد راه ربي تيشوف منه. يا راه تيشوف بالحال ديالو وما ديوش على داك المفتي اللي قال لكم خذوا قرض رباوي لان الله طيب ويحب الطيبات ولا ماشي معقول انت واحد الحاجه ماشي طيبه جايبها بقرض رباوي وغادي تجي تذبح تحط عليها الموس وتقول هذا راه قربان لله سبحانه وتعالى ولا خاصك تقرب له بحاجه طيبه. اي انسان راه كيكون مضطر اخويا باش يشد القرض فهمتي ماشي الخاطر. وتحي شوفوا شوفوا الله يرضى عليكم راه سولوا اهل العلم. اسمع الشريف وادينوا بحرب من الله ورسوله اكثر هذه من اكثر من هذه ما كايناش. انا ما قاريش ولكن عارف شويه الحلال بين والحرام بين. امشي تقول لي يعني بنادم ما يسلفش باش وما تسلفش اسيدي غتقول لي هذاك الدكتور وعارف عليك وانت ما عارف والو ما قاريش وابليس نعلته الله عليه وراه كان انت هو من الملائكه عساك تقول لي هذاك كان دكتور الله يهديكم والله يرضى عليكم. شكرا بزاف. تبارك الله عليكم وتحيه لمول الاركان. واش مع او ضد ان الانسان يمشي يسلف قرض بالبنكه باش يشري الحول؟ لا 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 ما نكلفش على راسي ولا شي ولا خريبه هذيك راه صعيبه مع الله. اي والله راه صعيبه الله يحفظ يا ربي بنادم يمشي يكلف على راسه باش يمشي للبنكه باش يعيدوا وتحيان ولادو راه حرام في الحرام هذيك. يعني كيتقرب واحد الحاجه يتقرب بها الله عز وجل وهي ريبه. لا وهي شو هو دابا الاضحيه غاليه يا ولكن بنادم ما يكلفش على راسه. واخا هي اضحيه غاليه حنا كنشوفوا الاثمنه ديال الحولي واحد 2800 درهم وما يستاهلهاش ولادو كيكلف على راسو يشريها. لا ما يشريهاش لا بزاف. سقسيك واش مع او لا ضد ان بنادم يمشي يسلف مع شي واحد ولا بنكه باش يشري الحولي؟ واش غنقول لك صديقي هذاك الشيء على حسب كل واحد والنظريه ديالو كل واحد بالطريقه اللي كيفكر بها هو. راه هادشي هذا راه ماشي زعما مفروض على الانسان. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الراي ديالي الشخصي انا اش غنقول لك انا الا الانسان ما عندوش الامكانيات ماشي مفروض عليا انني نمشي مثلا نسلف حيت كتبقى مساله كل واحد سنه يعني ماشي فرض. هي سنه مؤكده فعلا ولكن في نفس الوقت كتبقى نتينا والضمير ديالك نتينا والعقليه كيفاش كتفكر بها فهمتي يعني ماشي مفروض عليا ماشي مفروض عليا. يعني بغيتي تقول ان الا ما كانش عندك باش تعيد ما غتعيدش ما تمشيش تسلف؟ عادي ما غاديش نمشي نسلف حيت ما عنديش شي امكانيات انني مثلا غادي نرد داك الشيء هذاك حيت داك الشيء هذاك ماشي مضمون فهمتي. صافي السلام عليكم. وعليكم السلام خا خودي لي عن سقسيك واش مع او ضد ان الشخص يمشي يتسلف في البنكه باش يشري العيد؟ انا ضد لك انا يتسلف بالريبه ديك الساعه يمكن له ما يعيدش وما يدخلش راسه في الريبه. الا كان العائله ولا شي واحد يسلف وما يزيدش عليه ممكن ديك الساعه يتعامل. ما كانت الريبه من الاحسن ما يعيدش عنده منين ديباني ما عنده شي ما يعيدش. لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بنادم ما يتجاهلش مع الله ديك الساعه كندخلوا في الجهاد مع الله يعني كنتحارب مع الله عز وجل تحارب مع الله عز وجل. بنادم الاحسن يبعد من الريبه. الا كانوا العائله ولا شي واحد يصوفي شي صديقه ولا العمل يسلفوا ديك الساعه ماشي مشكل يعيد لوليداته ما عندوش شي يترجى الله وصافي.
الرسالة ديالك الناس اللي ما يعملوا شي كريدي بالريبه باش يشريوا الحولي، ما عنده شي ترجى الله وصافي ودوك العواو رزقهم على الله، ما عيطش يا راه مكتب له ما يعيطش، ما خصوش يتجاهد مع الله. شكرا بزاف. فاش اللي بغى نقول لك اخي سمحوا لينا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.